فاضيك الليك لانه انا يبون هالبنات ظراف هالبنات كتير صحتين محمود خلصينا بقى من القهوة خلينا نبلش بالكوسة يلا حبيبتي ها ريتا دايمة صحة وهنا صحة وهنا هاتي لي كاس الماء ايه بتأمري أمر تفضلي قربي لي الطاولة حاضر تفضلي هادي الكوسة ايه حاضر تفضلي قومي جيبي لي صحن صغير وحطي فيه شوية ملح ليش؟ بدي لك كراس الكوساية مشان يذبل حاكم هذا الكوسا نزهة كتير شوفي شلون طقي طب شوي شوي محمود لا تستعجلي ما بطق معلشي جيبي لي شوية ملح أوان أنا ما بعرف أحفر الكوسا بدون ما لبكه بالملح مشان يذبل تمه حاضر محمود كان عيوني عجبتك يا عبد المعين لتعيني لقيتك يا عبد المعين تنعم عم تحاكيني؟ لا عم بحكي مع حالي ام محمود ممتاز وانا خلصت حفر هات يا حبيبتي تعال لا تكوني ما بتعرفي تحشي ام محمود لا يا هنا انا ما بعرف بحشي انا احسن وحده بحشي بهالبنايه وبكل الصايح هات يا حبيبتي تعالي تلي يا نون قربي يا اوعك هنا ليل العاشقين يا ليل ليل العاشقين شو كمالتها؟ ايش بعرفني انا فاضي هلا اتذكر ليل العاشقين شو هذا ام محمود؟ شوفي عم تحشي كتير لا ما كتير عم بحشي ايه بس هيك بيطلع المحشي مرزرز اطيب كل ما كانت الرزه واقفه كل ما بيطلع المحشي اطيب بلا ما يطلع ملهليط بس جوزي بحبه ملهليط لا اذا جوزك بحبه ملهليط لازم تلهلطي له اياه لجوزك فواكه حبيبتي ام محمود انتي دخلي عينك شو رايك انا اللي اعملك فنجان القهوه وادي لك اياها لعندك لا انا روحي انتي ارتاحي اليوم تعبتي كثير بحفر الكوسه وحشيه روحي ارتاحي ماني تعبانه شوفي بقى احلاني لساتني مثل ما انا بعدين ما في شيء اذا انا ساويت لك القهوه ام محمود يا هنا خديها قاعده وتذكري اني ام محمود قالت لك هالكلام في يوم من الايام اذا بدك ضيفك يعتبر حاله كانه ببيته خليه يغلي قهوته بايده بدك يعني يحس اني مو ببيتي لا شلون خدي راحتك ام محمود البيت بيتك لكن حبيبتي تركيني اغلي القهوه على مرائي وروحي انت لبرا امسحي الطاوله يلا حاضر فلاور شو قال؟ قال يعني مشان النمل قال بن هلا هلا بس ما يكون في ازعاج ها؟ لا ازعاج ولا شيء صرتي من اهل البيت ام محمود اهلا وسهلا تسلمي لي شو مزوقه فوتي فوتي ام محمود ليش واقفه؟ عادي على راس الطاوله جنبه لجميل كلك ذوق كيفك استاذ جميل الحمد لله الحمد لله مرحبا قلبي اهلين خالي اهلين إيه انت ساكنه هون بالبنايه انا مها زميله هنا بالشغل يتشرفنا بمعرفتك اهلين وسهلين اهلا وسهلا اهلا وسهلا بلشوا يا جماعه يلا بتحبوا اسكب لكم ولا تسكبوا لحالكم لا كل واحد بيسكب لحاله نحن مو غربه صرنا من اصحابين البيت ما افتحي لي اياها امي عض عض اطيب ما بحب الجلدي كنت طبخت لك رز ولحمه ما كنت تعذبت بالحفر والحشي انا هيك بحبه حبيبي انا بفتح لك اياها يلا تسلم ايديكي هالحلوه جميل ليش ما عم تاكل مو على اساس مشتهي الكوسه محشي قول وين البصل انا ما بحب اكل محشي بلا بصل مره اليوم بلا بصل صرت 100 مره قايل لك انا ما بقدر اكل محشي بلا بصل أمري لا الله رح جيب لك يا وين رايحة أنا بجيبه ريحني وطيبة صحتين وهنا يا سلام
ليش قعدت هون جميل؟ ما ترجع تقعد محلها؟ يلا هون هنيك نفس الشيء. تفضل أبي، هي صحنة. لوين رايحين؟ رايح جيب المملحة. لعلك هالكلمه حجر. ليش أبي قاعد قدامي؟ ليه؟ لأنه بيخجل من الطنط معها. بس ما تطلع مثله. لا أمي أنا بعجبه. إيه مها، ليش ما عم تاكلي؟ ها ما أكل، شو بدي استحي؟ جميل، حط لنا مها شي كوسايتين. خليها تاكل على كيفها، من أهل البيت كل واحد بيصب لحاله. لا تقعدوا تتعدلوا أنتوا الاثنين، خلاص أنا بصب لها. صب لك يا حلوة؟ لا حبيبي، أنا بصب لك وبصب لحالي، يلا. سلم هالإيدين. برافو عليك، هيك بدي إياك. ما قلت لك بعجبه؟ ما قلت لي أستاذ جميل، شلون لقيت حفري إن شاء الله على الجباب؟ حفريك؟ لا، ليش الكذب؟ مو لحالي حفرت، مرتك كمان حفريت. هو محشايات امبارح خمو، انقطعت الكهرباء، متحشت لك غيرهم. الحقوا علي على مؤسسة الكهرباء. يبعت لك حمى جاهي. شو أكلها طيب هالدرسانة؟ عجبك هيك؟ يبليد داء حظي. لو ما ابنا بس اندلقوا الكوسايات معه على الأرض، كانوا كفوني غدا بكرة وبعد بكرة واللي بعده. حلو، اشحن الصوبيان ملاحة، بوفر لي شوية مازوت. بنتك تحت الحاف بدفع. حلو. كبة مشوية. أكلة طيبة ومجتهيتة. ليش ما رحت معهم؟ كنت تعرفت على أهلهم. الله يصلحك يا هنا على هالعملة. أنا يلي بقول عنك مزوقة وفهمانة، هيك بتعملي فيه؟ بتعزميني على الغداء وبتسافري؟ يا لطيف، ما عاد حدا يزدق بكلمته. وأنا شو بدي أتغدى اليوم؟ أحسن شيء اطلع لعن جارتنا أم شحود، شفتها مبارح عم تشتري فاصولية وأنا كتير بحبها للفاصولية. بس إن شاء الله ما تكون عاملتها بالزيت والثوم، ما بطيئة. إن شاء الله تكون عاملتها باللحمة. عم تسلق لحمة؟ لحمة؟ بعرف، والله بعرف، وهي بكسر لها وعقده لليمين إني يا أم محمود وين ما فتي وين ما طلعتي وين ما قعدتي بجيب بسيرتك وبمدح بجيرتك وكرمك. يا هناء يا بنت. بنت مين؟ بنت سعيد. يا هناء يا بنته لسعيد. هالبلحات من تدمر ما هيك؟ اي من تدمر. صحي بيقولوا عن بلح تدمر طيب كتير. خدي دوي ام محمود. لا انا ما عم اقول لك هيك مشان اخذهم، خليهم للاولاد بينبسطوا فيهم. في كتير، لا تخجليني. يلا ما عاش اللي بده يخجلك من يد ما نعدمها. صحتين وهنا. هنا هنا يا ريت تبدلي لي هذا الاعجار بذاك المستوي لان اطرى على اسناني. ايه ماشي، وتكرم عينك، تفضلي هذا كمان. هاتي تقبريني، يسلم ايديك. يعني هذا الاعجار ما بدك اياه؟ خلي عندك. يلا يومين ثلاثه بحطه بالبيت بيستوي. شو هالشغله يعني؟ تفضلي اشربي قهوه. لا تقبريني هنا، غير مره غير مره، هلا عندي مشوار ضروري. انت جايه من السفر تعبانه وهلكانه، خليكي ترتاحي. انا ما بحب تقل دم على حدا، لسه في عندي مشوار مهم بدي اروح لبيت شقاع. اهلين سهام، اهلين بالحامل والمحمود. يا مرحبا جارتنا ام محمود. اهلين وسهلين. بتسلم عليك يا ماما، وبعدت لك هدول تذوقيهم. ليش معذبين حالكم؟ ما بقدر، ذوقها من الريحه. فوتي سهام. بخاطرك. فوتي تغدي معي. انا تغديت. لك تعالي. لا بخاطرك، يلا باي. كيفو ابجد واغيان؟ منيح، بوسوا ايدي، يلا باي. مع السلامة. اخ
الله بعت لي غدا من غامض علمه بدون ما اتعفيه. منيح اللي ما قليت البطاطا. اشو عليه بكره بقلي يوم. لك العمى بعيونك العمى، مالك شايف طيني طول الحوره؟ مالك طاسس طيني؟ شو ها؟ هدول بس اللي بعت لي ما بيشبعوا صوص العمى، ما ادخل العمى. تروحي قتل، مالي شايلتك من ارضك. رايحه بدعس عليكي وجايه بدعس عليكي. هذا حلواني لاني خليت جارنا جميل يعطي بنته دروس ببلاش، قصدي مثل البلاش. فكرت بعت لي جاجي او ديك. يلا ماشي حالون. نعمة كريم. مرحبا انا. اهلين ام محمود، اهلين، تفضلي. بس باكو ما عم تتغدوا. عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني. جيت بوقتي. اهلا وسهلا، تفضلي. والله جارنا ما بتقوم، كمل اكلك ولا الا املي صحن هالشرحات، جايبت لك اكله بتحبها كثير. تفضلي ام محمود اقعدي. يسلم لي الذوق، ما احلاه. شايف جميل؟ ام محمود جايبت لك كوسه محشي، الاكله اللي بتحبها، شايف ما لذة؟ الحقيقه هدول الكوسايات المحشيات مو انا طبختهم، جارتنا ام تحسين بعتت لي اياهم. جيت انا بدي اكل كوسه محشي. ام تتذكرت جارنا ابو طارق بحب كثير الكوسه المحشي، بتقطعت عن تمي وقلت خديهم لجارنا ابو طارق بينبسط باكلهم، ومنه بتغدى معكم احسن ما اتغدى لحالي. شايف جارتنا ام محمود قطعتهم عن تمها وجابت لك اياهم. تفضلي ام محمود، ليه ما عم تاكلي؟ إيه ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي، يسلموا. صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. ليش شبهن جارنا الكوسايات؟ فيهم شي ريحه؟ مثل الفله، تازه، اليوم ام تحسين طبختهم. لسا امبارح اكلت كوسا، مو جاي على بالي كوسا محشي. مو اساس بتحبه كتير كتير، واذا بتصلي تاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت العاده. الحمد لله ريحتني، كنت كل ما تقلي احفري كوسا كان يغب على قلبي. يعني هالشي يفرحك؟ طبعا اللي بيريحني بفرحني. شبو شو صار له؟ شبع. وانا كمان شبعت. وانا كمان شبعت. ايه شو بلاقي ما بقي حدا غيري على الطاوله؟ عادي كلي ام محمود لتشبعي، البيت بيتي، لا تستحي على مهلي، وهنا قاعده معك. ما في داعي حبيبتي، روحي انت شوفي جوزك، شو انا غريبه؟ صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات مثل الفستق. منيح اللي لحقتهم قبل ما ياكلوهم. شرحاتي منيح اللي سكرته للباب، احسن ما تفت له شي قطه وتلحس له على شي شغله. انا فايتي اخذه للصحن. تفضلي البيت بيتك. لك يسلم البيت واصحابه. شو هالحظ هاد؟ حتى ام محمود ما عم تشك فيي. يا ترى هنا وين بتحطهم للصحون؟ ها ليكو العمى مو موجود. يا حبيبي احنا يكونوا الولاد كاسرينه. نمزي في الطعم تاني ام تحسين، ما لقيته انا الصحن. مو على اساس بتعرفي وين تلاقيه؟ ابو طارق الله يرضى عليك، امشي في هذا الصحن. خلص المساء بتجي هنا وبتعطيك اياه، رجعي المساء. لا ما رح ارجع المساء، بدي ارجع لام تحسين. يلا بدور عليه مره ثانيه، شو بدي اسوي؟ بس طمني قبل، الولاد كسروا شي صحن اليوم؟ لا طمنتني، الله يطمنك.
طارق سليم؟ وين بدها تكون حاططها؟ معقولة يكون بالبران؟ معقولة كل شي جاهز؟ بجوز مستعملته وحاطة في شي. هذا هو مو أكلينه. شو صار معك؟ لقيتي الصحن؟ عجلي لك شوي قبل ما يجي حدا. لقيته لقيته. شو صارنا؟ ليش ما اكلت الكوسه المحشي؟ بطلت حب الكوسه وخاصه المحشي. لكن رح اخذه انا. الله معك. منيح اللي ما اكلوا هون، انا بتعشى هون. ليش لحتى تقل بالعشاء؟ خليهم غدا لبكره، بعدين ببقى بودي الصحن لام تحسين. وليش لخليه عندي لبكره؟ هلا بفضيهم بصحن من عندي وبغسل له صحنها وبدي له اياه. دكتور ريني ما راح تجي اليوم. مسافره؟ اي نعم مسافرة. لوين؟ عالصنمين. ايه طالما هناء مسافرة الله يكون معها، هلا بنطبخ شوية برغل بنتغدى، يعني اهلية بمحلية. ما بحب البرغل. لكن انزل سناول لك كيلو رز لساوي لكم اياه. يلا. ما بحب الرز. لكن شو بدكم تتغدوا ابن عمي؟ ابو طارق ابو طارق. طيب ماشي، هلا بعمل لكم لقمة ملوخية في فروج بالفريزر، هلا بحطه بهالبروستيد وبسلقه، بتلاقي ثواني بيتنهنه بيروح نيفه. انا ما بحب لا الملوخيه ولا المنهنه ولا النيفه. لكن شو بدكم تاكلوا؟ ما بدنا ناكل شيء. بتضلوا بلا غدا؟ نطلع نتغدى برا. برا؟ بتعمل زينة العقل، ليش الطبخ والنفخ والتعب؟ وجع القلب، الغدا برا اريح واطيب واشرح، بعدين انا صار لي زمان ما اكلت بالمطاعم، اكثر من سنتين، لا يو، شو سنتين؟ قول ثلاثة، قول أربعة، قول خمسة، لا لا، ستة. وينك؟ رح أحط البرغلات عندي أنا بالبيت وغير ثيابي وإجي، ما بطول، إيه؟ الله معك. قبلي قالت إيدي بالمطعم. شو بتحبوا تاكلوا؟ أنا مو فارقة معي، المهم ما أطبخ، اسأل الأولاد. شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟ إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق، بعدين الطبخ إمتى ما كان بنقدر نعمله وبيطلع أطيب بالبيت، أما الشقف والكباب والمسبحة والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا أطيب من المطعم. أنتِ ما حدا سألك. إيه بابا، شو تاكلوا؟ أنا بدي طبخ. وأنتِ بابا؟ حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكل وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هالتم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيت. حيا الأملة براس الأقرع. بسهم يجيب لنا لحمة. ليكو صحن فريكي مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ أنا باكله. كله؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. خبرني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان. تيك أوي، دغري بأشعر، شوفي على الطاولات بأخر. هدي جارتنا. معلش، خليهم للولد الصغير، أنا بستنى. هلا مدام، تفضل.
مرحبا استاذ وحيد. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. هي بداثة. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليكي. اهلين. عن اذنكم. المساوي مسكلة إذا بتريد. هي ما راح إلا مين هي لحتى تسألني، وإذا ما سألتني ما راح أجيب لها سيرة بالمرة. خليها تطق. جميل، منو هاي؟ سألتني. هي رئيس القسم عندي بالمديرية. رئيس القسم عندك؟ ايه. شبك مستغربة؟ أنا كل رؤساء الأقسام اللي عندي معينهم النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. ما كان شو قصدي؟ وهيك إنه يروح فكرك لبعيد وتفكري إني بعرفها أو متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني أنا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي أنا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ دايما جارنا صح. وهلا ام محمود اذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت اكلت عن جمعه انا. صح وهنا. على قلبك يا هنا. خالصين استاذ؟ خالصين ايمو. اتركوا هذا صحن الفريكه، اتركوا. انا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكه، خاصه اذا كانت معموله بلحمه موزه. تعال جيب لي اياها هون. تعال الذوق تيك اواي. اوان ما بدي اسوكي. اوان ليه ام محمود خذي الخبزات كمان. لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو إليك، هدول مني للقطاط. ايه ها اذا كان ربط قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل يبني بيقتلوا هذا القط اللي عندي. شو بيحب المخلل؟ هات. مين ماما؟ جارتنا محمود. مرحبا هنا. اهلا يا حبيبتي. كيفك استاذ جميل؟ اهلا تفضلي. لا تفضلي لجنبي لهون، لجنبي لهون تفضلي. كيفك ابن عمي؟ بقصد ابو طارق. شلونك؟ اهلا وسهلا. كلي لك لقمه فواكه تفضلي. مالي حسناني اكل فواكه من كتر برادي مو متروس فواكه. مل قلبي من الفواكه واريده فواكه ان شاء الله. كرمالي. كرمالك رح اكل مشان افتح نفسك للاكل كمان. مزبوط شوفتك لأنه تفتح النفس. قرب قرب، أنت مثل ابني اللي بخور فكان. يقبرني ابني محمود، ابني الواوية. يا الله يديم المحبة أم محمود. حط لي غدا. تغديت تغديت. وأنت شو عرفك؟ ما شفتي هدوليك الأكلات يلي كانوا بالمطعم شلون شفتهم؟ عيب سليم. بالعكس حكياته كتير زراف، ما بينسى شيء ابنك. شو المخ اللي لك سليم؟ رح اجيب لك صحن نظيف مشان تقشري فيه ام محمود. تفضل تقبرني ابن عمي ابو طارق. تفضل حبيبي. يسلموا. يا اهلين يا ام محمود يا اهلين. تفضلي. هاتي عمي هاتي انا بلقمك. اهلا وسهلا بام محمود. اهلا وسهلا يا نوسك. تفضلي. لا هيك انتوا عم تغصبوني رح تجننوني. لا تغصبها بعدين بتراجع يعني بتتآية. انت سكوت. سكتنا. تذكرت ماما مو قلتي لي اذا بتاخذ عشرة بالاملاء بجيب لك شغله طيبه؟ واخذت عشرة؟ ورجيك الدفتر؟ لا حبيبي مصدقتك، بكره لما ارجع من الشغل بجيب لك شغله طيبه معي. بدي هلا. وهلا شو بدي اجيب لك؟ حمليني عوامي.
عوامة؟ ومين قال لك انه انا بعرف اعمل عوامة؟ انا بعرف ساوي عوامة، ولا يهمك حبيبي سليم، انا بساوي لك احسن عوامة. على قولة اخواننا المصريين، لقمة القاضي بالحمص الفواشات. ليه جبتي طحين؟ عند امك منلاقي طحين. لا جارتنا لا تعذبي حالك، بكره وانا جاي بجيب لهم معي عوامة. نحن ليش لحتى نستنى لبكره؟ اليوم ابنك جاي على باله ياكل للعوامه، اليوم طعمي عوامه، رح اعمل لك جاب هالقد قدو. لا اجرت لي، ليش تعذبي حالك؟ تفضلي عادي بقى. لك ما في عذاب ولا شيء، انا بحب اتسلى بهيك اكلات، تعي معي على المطبخ، تعالي. معلش جارتنا انت سبيني بعدين انا بحكي. ماشي. العوامه صارت جاهزه، اي الفواشات. دوق لقمه القاضي يا استاذ جميل. يا حبيب انت. خلصانها كمان. بلا لك ياها. تعود مرتك على الكسل. حطي الجاتون جارتنا لنادي للولاد لياكلوا. ماشي. جارتكم؟ والباب على الباب، حضرتك ساكنة جديد انت بهالبناية؟ لا محمود، هي ام جميل يعني امي. الله يرضى عليك. مو معقول، ما بصدق، مبينة اصغر مني. بيزار تجوزتي وانت كنتي صغيرة؟ كان عمري 14 سنة لما جبت جميل. الله يرضى عليك الهي. اهلين سليم. اهلين. قلي طارق شلونك بالمدرسه؟ ان شاء الله عم تاخذ عشرات. انا عندي اياهم كلهم عشرات. برافو. وانت يا سليم؟ انا كمان. لا تصدقي تيتي عنده 9.8. لا ليش هيك؟ شايفه الاسات اللي ما بيحطوا عشرات، اسات اخر زمان. يا لطيف، ان شاء الله بتقبروني الهي. شو سليم، ما بدك تاكل من العوامل اللي طلبتها؟ طيبين؟ دو اذا كانوا طيبين ولا لا. دو مو طيبين، يلي بيجيب لنا اياهم خالي اطياب. تفضلي ام جميل تقبريني، دويهم كانوا طيبين ولا لا. اسلموا ايديكي. ما بهون شيء، بس لو كنتي مبرده القطر وحاطه العوامه سخنه بقلبهم كانوا بيطلعوا اطياب. بس على كلن يسلموا هديات. ودياتك ابو طارق، دوق تقبرني، دوق واعطيني رايك. انا رايي من راي امي. ما بدك تدوق بالاول؟ اذا دقتهم امي عدنوا انا دقتهم. لانه اذا ما عجبوكم بعملكم غيرهم، وعلى طريقه امك يعني بغطس العوامه السخنه بالقطر البارد. لا لا ام محمود، ما بدنا نغمس العوامه السخنه بالقطر البارد ولا العوامه البارده بالقطر السخن. زي امي. جننتوني انتو. إذا ما بدكم عوامة خلاص بلا العوامة، ساوي لكم بكرة ستاتي. عندكم سمن عربي؟ لا أم محمود، نحن ما نحب الستاتي ولا الإيان. تفضلي. مستعجلة كنت كتير على القهوة، بس بدها تقلعني. تفضل حبيبي جميل، تفضل يا قلبي. الحمد لله، أكيد مو قاريتا. اشربي قهوة ام محمود. هاتي حبيبتي. ليش لحتى ما اشرب؟ بشرب، شو ناقصني انا؟ ليكون متضايقين مني كمان. اهلا وسهلا مرت عمي. يا اهلين. اهلين فيك يا عيون مرت عمك. جميل، صار وقت موعدك. أنا موعد؟ موعدك مع همام. من وعد همام؟ وأنا شو بعرفني، أنت اللي بتعرف. وأنا منين بدي أعرف؟ بدها تخترع له موعد اختراع مشان يروح وما تخليني آخذ راحتي بالحكي معه. بروح. لا لا طولي بالك محمود. ثواني ثواني ثواني، لا تزعلي. خدي هذا سلي فيه بالبيت. تفضلي. وسليم اضرب، شو بده ياكل؟ حرام، خليه يقضي شهوته. سليم ما حبهم. بكره بيجي لعندك باكل منهم. لا حبيبتي لا، هلا اذا ما اخذتيهم بدي كبهم بالزباله. لا انا ولا جميل ولا الاولاد بنحب الحلو. خدي. لا شو تكبيهم بالزباله، حرام، باخذهم لك. خاطرك ام جميل. مع السلامه. تسلموا ايديكي يا ام محمود. فقست بالتم فقف. قال ما حبهم، قال بحفظ. منيح اللي ما حبهم، لأنه ما كان صفي لي شي يجيبها معي. قولي مين جاي هلا؟ قولي.
لك ايه فمنا حرقتو للجراس. اسمعنا. مساء الخير ام محمود، بلش المسلسل؟ يبعت له حمى ما اساله، انت اصبعتك على الجرس هلا بلش المسلسل. ايه فوتي ماما، فوتي فوتي رح نبعت خالي ام محمود. احلى هيك جايت لي بنتها معها، بكره بتجيب لي الصايح.